الرحيم، نستمر بموضوع مشتقات الدوال المثلثية. نبدي من الساين، نريد نشوف مشتقة ساين اكس بالنسبة للاكس شو تساوي. ندري انه مشتقة اذا عندنا الدالة اف اكس يساوي ساين اكس، مشتقتها إذا تتذكرون من المحاضرة السابقة هي f x زائد h ناقص f x على h، أو كتبناها بطرق أخرى مثلا f x زائد دلتا x ناقص f x على دلتا x، وبعدين نقول limit لما دلتا x يتجه للصفر. زين، نعوض بدل الاف الساين يصير ساين اكس زائد اتش ناقص ساين اكس على اتش. زين، ساين اكس زائد اتش هذا لازم ترجعون للفصل الاول، شلون نوزع الساين على اكس زائد واي. نقول ساين الاول في كوساين الثاني زائد كوساين الاول في ساين الثاني، يعني ساين اكس كوساين h زائد كوساين x ساين h. هاي من التطابقات اللي لازم تحفظوها. ناقص ساين x. زين، هسه هنا عندنا ساين x وهنا عندنا ساين x، راح يصير عندنا ساين x في كوساين h، هاي الواحد، هاي وحدة من الأجزاء، وهنا عندنا ناقص واحد زائد كوساين x ساين h على h. زين، هسا نحسب الليمت للجزء الأول واحد والليمت للجزء الثاني واحد، يعني نقسم هذا الجزء من البسط على ال h وبعدين نقسم هذا الجزء من البسط على ال h ونحسب كل ليمت واحدة. زين، ليمت ساين x في كوساين h ناقص واحد على h زائد limit كوساين x في ساين h على h لما ال h يقترب للصفر. كوساين x ما مرتبط بال h، إذا نقدر نطلع خارج القوس لأن ما يهمه ال h، ما مو بدلالة ال h، طلع خارج القوس. وكذلك هنا الساين طلع خارج القوس، يجي هنا الساين في ليمت كوساين h ناقص واحد على h، وهذا ليمت ساين h على h. هذا شفناه بالمحاضرة السابقة يساوي واحد، وهذا أيضا يساوي صفر. إذا تعوضون بدل ال h صفر إيش راح يصير؟ راح يصير كوساين الصفر اللي هو واحد ناقص واحد، إذا يصير واحد ناقص واحد على صفر، أو صفر على صفر، وهذا ما مقبول. بهيجي حالة تذكرون قلنا لازم نعوض، نحذف، نتخلص من حالة الصفر على صفر. بهذه الحالة نقدر نستخدم كوساين 2x يساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع x. هنا بدل الـ x عندنا h، بدل الـ 2x عندنا h، يعني هذا الجزء جاي نحاول هسه هذا نحله، لأن كل البقية واضح، هذا واحد، هذا كوساين، هذا الساين، بس بقى هذا الجزء. شي يصير هذا الجزء اللي خليت عليه دائرة حمراء؟ يصير ليمت بدل الكوساين h نستخدم هذا التطابق، يصير ليمت واحد ناقص اثنين ساين تربيع. هنا عندنا h، هنا 2 x، اذا هنا ايش راح يصير؟ يصير h على 2 على ناقص 1، هذه الواحد على h، الواحد والناقص 1 ينحذفون، راح يبقى عندنا sin تربيع h على 2 على h، وهذه
بسيطة جدا، لما ال H يروح للصفر هذا راح يساوي صفر. أريدكم أنتم تبسطوا، مجرد أنه يصير عندنا ساين H على 2 في ساين H على 2 على H، وحدة منهن صفر وحدة واحد، يعني صفر في واحد ويساوي صفر. إذن بالمحصلة النهائية صار عندنا ساين X في صفر زائد كوساين X في واحد، وبالنهاية كوساين X. إذن مشتقة ساين X هي كوساين X، هذه هم لازم تنحفظ. شفنا الإثبات ولازم تحفظوها لأن نستخدمها بكثرة في اشتقاق الدوال المثلثية. بطريقة مشابهة نقدر نحسب مشتقة الكوساين. كوساين X راح تصير ناقص ساين X. راح نعبر هذا الإثبات، تقدرون تراجعوه بالكتاب. مثال، يريد مشتقة ساين X كوساين X. إذن تذكرون من المحاضرة السابقة لما عدنا F X في G X ونريد نحسب مشتقتهم، شو نسوي؟ مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، يعني أول شيء نقول ساين X في مشتقة الجزء الثاني، مشتقة كوساين X بالنسبة للX، زائد الجزء الثاني في مشتقة الجزء الأول، يعني عندنا دالتين مضروبات بعضهم البعض، هذا جزء وهذا جزء ثاني، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. زين ساين X في مشتقة الكوساين، هسه شفناها ناقص ساين، زائد الكوساين مشتقة الساين شفناها تساوي كوساين. إذن كوساين X في كوساين X يصير كوساين تربيع، وساين X في ساين X يصير ساين تربيع. إحنا بس عندنا السالب، إذن كوساين تربيع ناقص ساين تربيع. مثال آخر، كوساين X على واحد ناقص ساين X. زين هم تذكرون من المحاضرة السابقة لما عدنا دالة fx على gx وريد نحسب مشتقتها، شنو نسوي؟ مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على البسط المقام تربيع. راجعوها بصفحة هذه، بصفحة 8، مشتقة البسط اليو في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. نرجع لمثالنا. زين إذن المقام واحد ناقص ساين X في مشتقة البسط مشتقة الكوساين ناقص الكوساين البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. زين مشتقة الكوساين شنو؟ ناقص ساين، عوضناها. مشتقة الواحد شنو؟ صفر. مشتقة الساين كوساين، إذن واحد ناقص ساين يصير صفر ناقص كوساين. نوزع الكوساين على القوس ونوزع الساين على هذا القوس، بالنهاية راح يصير عندنا واحد ناقص ساين إكس على واحد ناقص ساين إكس تربيع. إذن وحدة من ذني، يعني هذا كأنه عندنا واحد ناقص ساين إكس على واحد ناقص ساين X في واحد ناقص ساين X، وحدة من ذنين حذف مع البسط، يبقى واحد على واحد ناقص ساين X. إذا نذكروا هاي للحفظ، لما عدنا مشتقة
ضرب دالتين، مشتقة قسمة دالتين، هاي لازم تحفظوها، مشتقة الساين، مشتقة الكوساين. بقية الدوال المثلثات هي التان، مشتقتها بالنسبة للإكس يصير السكند تربيع، الكوتان مشتقتها بالنسبة للإكس ناقص كوسكند تربيع، السكند سكند تان، الكوسكند كوسكند ناقص كوسكند كوتان. هذني طبعا نقدر هاي الدوال نقدر نحسبهم من خلال الساين والكوساين. مثلا هذه الأولى بس على مود أقول لكم يعني إشارة بسيطة، مثلا تريد تشوف دي تان إكس على دي إكس، إيش تقدر تقول؟ تقول هذه دي التان شو يساوي؟ ساين إكس على كوساين إكس، صار عندنا بسط ومقام. إذن مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. لما تعوضون وتبسطون الناتج راح توصلون لهذه السكند تربيع، يعني مثل هاي الحالة بالضبط، مثل هاي الحالة هنا عندنا ساين وكوساين، هنا هم عندنا ساين وكوساين، هنا أخذنا مشتق البسط ضربناه بالمقام، مشتق المقام ضربناه بالبسط على المقام تربيع، هنا هم نفس الشيء، يعني راح يصير مشتقة الساين تصير كوساين إكس في المقام كوساين إكس ناقص مشتقة الكوساين راح يصير ناقص ساين إكس في ساين إكس، ما بقى مكان ساين إكس على كوساين تربيع إكس، ويساوي كوساين تربيع إكس ناقص في ناقص يصير زائد ساين تربيع الكوساين على كوساين تربيع، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يصير واحد، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يصير واحد، وإذا الناتج يصير واحد على كوساين تربيع إكس اللي هو شنو؟ السكند، واحد على كوساين سكند. بقية الحالات أيضا يعني الحالات ثلاثة أيضا تحل أو تثبت بطريقة مشابهة. قبل ما نحل هذا المثال رقم 13 و14 نروح للتشين رول. إذا عندك دالتين F و G، أول شيء تستخدم الدالة الأولى G، وبعدين على ناتج الدالة الأولى تطبق الدالة الثانية. هذا الشيء إذا تذكرون نسميه دالة مركبة أو composite function. يعني أول شيء الـ X نستخدمه من خلال الدالة G، الناتج اللي يعطينا إياه الدالة G نستخدم عليه الدالة F، هذا نسميه composite function ونرمز له، إما نقول الـ F نطبقها على ناتج G على الـ X، أو من الممكن أنه نكتبها بهاي الطريقة F O G X F O G. زين، لما عندنا دالة مركبة نريد نحسب مشتقتها، يعني عندنا F O G ال X، على مود نحسب مشتقة هذه الدالة المركبة نقول مشتقة الدالة الأولى أو الخارجية بالنسبة للدالة الثانية في مشتقة الدالة الثانية أو الداخلية بالنسبة للإكس، وعلى مود
تكون يعني حفظها أسهل، نقدر نقول إذا الـ F نحسبه بالنسبة للمتغير U، اللي هذا المتغير هو جي اكس، يعني كأنه فصلنا الدالتين عن بعضهن البعض، قلنا جي يطبق على الاكس ويعطينا اليو، والاف يطبق على الجي ويعطينا الواي. زين، خل نفصلهم، نقول عندنا متغير ثالث غير الاكس والواي اللي هو اليو، يو يساوي جي اكس وواي يساوي اف يو. مشتقة هذه الدالة اللي هي اف جي اكس هي مشتقة الدالة الخارجية اف بالنسبة لليو، في مشتقة اليو اللي هي جي بالنسبة للاكس. ليش هذه حفظها اسهل؟ لانه تشبه القسمة دي واي على دي اكس يساوي دي واي على دي يو في دي يو على دي اكس، كأنه هذا ينحذف ويا هذا يصير دي واي على دي اكس. نقدر نحفظها بهالطريقة، ما غيرنا شيء. إذن مشتقة الأول بالنسبة للثاني، مشتقة الثاني بالنسبة للإكس. خلينا نحل المثال رقم 15 وبعدين نرجع للأمثلة رقم 13 و14. مثال، عندنا Y يساوي X تربيع زائد 2X زائد 1، والاكس نفسه 3 يو تربيع زائد 1. هسه نريد نشوف مشتقة الواي بالنسبة لليو. لا تدخون، مو مهم تسمية المتغيرات. هنا اليو كان المتغير الوسطي، يعني الاكس يعطينا يو واليو يعطينا واي. هنا لا، بالعكس، اليو يعطينا اكس والاكس يعطينا واي. مو مهم، المهم انه نريد مشتقة الواي مو بالنسبة للإكس، بالنسبة لليو، والإكس هو دالة بدلالة اليو. زين، الطريقة الأولى للحل هي أنه نعوض، نقول الواي يساوي بدل الإكس نخليه 3 يو تربيع زائد 1، 3 يو تربيع زائد 1 تربيع زائد 2 في الإكس اللي هو 3 يو تربيع زائد 1 زائد 1. إذا نبسط هذا الشيء يصير 9 يو اس 4 زائد 6 يو تربيع زائد 1 زائد 6 يو تربيع زائد 2 زائد 1. وإذا نحسب مشتقة هذا الشيء راح يصير عندنا 36 يو تربيع تكعيب زائد 24 يو. زين، هنا أنا ما استخدمنا التشين رول. هسه نقدر نستخدم التشين رول بدون ما نعوض، بدون ما نحسب الواي حسب اليو، بدون ما نروح هذه المرحلة الثانية. حسبنا الواي حسب اليو وبعدين حسبنا المشتقة الواي بالنسبة لليو. هنا اكو خطأ بالطباعة، هي دي واي على دي يو. اذا اريد نستخدم التشين رول ونتخلص من هذه المرحلة الاضافية، نقدر نقول دي واي على دي يو يساوي دي واي على دي اكس في دي اكس على دي يو. زين، دي واي على دي اكس، اذا نحسب مشتقة الواي بالنسبة للاكس شو تساوي؟ 2 اكس زائد 2 اكس مشتقتها 2 والواحد صفر. زين، مشتقة الاكس بالنسبة لليو شو تساوي؟ 3 في 2 6 يو وهذا صفر. زين، اذا مشتقة الواي بالنسبة لليو تساوي 2 اكس زائد 2 في 6 يو. هسه نقدر، يعني حسبنا المشتقة، صارت عندنا المشتقة. هسه نقدر بدل الاكس نخليه 3 يو تربيع زائد 1 ونبسطه وراح نوصل الى نفس الناتج. طبعا هنا هم بالطباعة خطأ، هذا لازم يصير زائد 6 في 6 36 يو 4 زائد 4 في 6 24 يو. مثال آخر، عندنا واي دالة بدلالة التي، نريد نستخدم التشين رول ونحسب مشتقة الواي بالنسبة للتي. زين،
احنا نعرف شلون نحسب مشتقة الساين اكس بالنسبة للاكس، لكن ما نعرف شلون نحسب مشتقة مثلا ساين اكس تربيع. ما نريد نروح نبدأ من الصفر ونشوف مشتقة الساين اكس تربيع بالنسبة للاكس شنو. ايش نقدر نسوي؟ نقدر نقول مشتقة الساين اكس تربيع نستخدم لها تشين رول كما يلي. نقول الاكس تربيع نسميه يو، هنا التي تربيع زائد 6 هذه كلها خلي نسميها يو، يعني راح يصير عندنا الواي هو ساين يو، واليو هو تي تربيع زائد 6. زين، دي واي على دي يو نعرف شلون نحسبها، لان هذا ساين يو بالنسبة لليو يصير كوساين يو. إذن مشتقة هسه هذا الدي واي بالنسبة للدي يو نقدر نحسبها، ودي يو على الدي تي مشتقة تي تربيع بالنسبة للتي أيضا نعرفها 2 تي والستة صفر. مجرد نضرب مشتقة الساين بالنسبة لليو في مشتقة اليو بالنسبة للتي راح يصير عندنا كوساين يو في 2 تي. هسه نقدر نعوض بدل التي بدل اليو نخلي تي تربيع زائد 6 ونحصل على الناتج النهائي. خل نرجع للمثال رقم 13، مشتقة كوساين اكس في تان 3 اكس ضرب دالة في دالة ثانية. إذا عندنا دالة أولى ودالة التان، دالة كوساين ودالة التان. شو يصير مشتقة ضرب دالتين؟ الدالة الأولى في مشتقة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى. إذا كوساين إكس في التان 3 إكس شو يصير مشتقته؟ لو كان التان اكس ايش يصير؟ التان هو السكند تربيع. اذا نعوض بدل ال 3 اكس هنا نقول تان يو، واليو يساوي 3 اكس. هسه تان يو مشتقتها يصير سكند تربيع اليو، اذا سكند تربيع 3 اكس. اليو هي 3 اكس مشتقتها بالنسبة للاكس 3 زائد الثانية الجزء الثاني الدالة الثانية في مشتقة الأولى مشتقة الكوساين ناقص ساين، وهذا إذا تبسطه راح يصير هذا الناتج مجرد ضرب، الباقي مجرد ضرب وتعويض. السكنت هو 1 على كوساين وماكو حاجة هنا، مجرد نضرب الساين في التان، السالب نطلعه برا، الثلاثة نطلعها برا، وهذا مثال آخر. تان جذر 3 اكس زين، نقدر نقول هذه تان يو، واليو هو جذر V، والV 3X. إذن ثلاث مراحل صارت عندنا، تان U، اليو جذر V، الV 3X، تان U، اليو جذر 3X يعني جذر V والV 3X. زين، مشتقة التان U شو تصير؟ يصير سكن تربيع اليو، إذن سكن تربيع لثلاثة جذر لثلاثة اكس. طبعا لو نبقيها مكتوبة بهالطريقة راح يسهل لنا الأمر، يعني
ماكو حاجة للتعقيد، هي يعني تبقى سكند تربيع اليو اللي هو 3x في الجذر اللي في نقدر نقول هو في أس 1 على 2. في أس 1 على 2 مشتقتها شو يصير؟ يصير 1 على 2 بعدين في في أس 1 على 2 ناقص 1. إذا 1 على 2 الفي شنو؟ 3x 1 ناقص 1 على 2 يصير ناقص 1 على 2 في مشتقة الفي بالنسبة للإكس 3x بالنسبة للإكس 3. إذا صار عندنا 3 في 1 على 2 في 3x أس ناقص 1 على 2 اللي يصير 3x تحت الجذر 1 على 3x في سكند تربيع جذر لثلاثة إكس. ساين 1 على إكس تربيع مشتقة ساين 1 على إكس تربيع إيش نقدر نقول؟ نقدر نقول كأنه عندنا يو تربيع، الواي هي يو تربيع، واليو هو ساين في والفي هو 1 على اكس. يعني كسرنا الدالة الى 3 مراحل. اول شيء لما الاكس يجينا نستخرج من عنده 1 على اكس، بعدين نحسب الساين، وبعدين اس 2. اول شيء لما الاكس يجي نقول 1 على اكس، بعدين نحسب الساين. المرحلة الأولى هذه، المرحلة الثانية هذه نحسب الساين، وبعدين أس 2. يعني يو تربيع، اليو هو ساين في والفي هو 1 على إكس. زين، مشتقة اليو تربيع شو تصير؟ تصير 2 يو، 2 يو اللي هو شنو؟ ساين في. اليو سميناه ساين في، إذا 2 في ساين 1 على إكس. خلصنا من الجزء الأول، يعني كتبنا 2 يو. هسه مشتقة اليو بالنسبة للفي، الساين مشتقته شنو؟ كوساين. إذا صار عندنا الجزء الثاني هو كوساين 1 على إكس في الفي. هسه عندنا مشتقتها بالنسبة للإكس 1 على إكس، مشتقتها بالنسبة للإكس يصير ناقص 1 في، ليش؟ لأن نقدر نكتبها إكس أس ناقص 1، يصير ناقص 1 إكس أس ناقص 2. بقى بس أنه نضرب هذه الأجزاء، صار عندنا 2 في ناقص 1 يصير ناقص 2 x تربيع في المقام ساين 1 على x في كوساين 1 على x. المثال رقم 14 يقول أوجد نقطة على الكيرف y يساوي tan اللي يكون بيها المماس على هذا الكيرف بموازاة الخط المستقيم y يساوي 2x. زين، شنو ميل هذا الخط المستقيم؟ الميل مالته هو مشتقته بالنسبة للx الy يساوي 2x. إذا مشتقة الy بالنسبة للx يساوي 2، لازم مشتقة الواي بالنسبة للإكس هذه الثانية أيضا يريدها من عندنا تكون 2. إذن نقول مشتقة التان، الدالة هي تان، مشتقة التان سكند تربيع اللي يساوي 1 على سكند هو 1 على كوساين، إذن 1 على كوساين تربيع يريدها تكون 2. نعكس الجهتين يصير كوساين تربيع يساوي 1 على 2، إذن كوساين يساوي 1 موجب وسالب،
واحد على جذر اثنين، أو موجب سالب جذر اثنين على اثنين، وهذه لما تكون الزاوية باي على أربعة أو ناقص باي على أربعة. إذن عندنا نقطتين على المنحني واي يساوي تان اكس، اللي تكون بيها يكون بها خط المماس بموازاة واي يساوي 2x، وهي النقطة الأولى اللي الاكس يكون بها باي على 4، والنقطة الثانية اللي الاكس يكون بها ناقص باي على 4. إذا نعوض بدل الباي على 4 التاني يصير 1، وناقص باي على 4 التاني يصير ناقص 1. إذا هذه الاكس وهذه الواي اللي هي تساوي تان اكس. شفنا هذا الموضوع repeated use of chain rule لما عدنا شفناه هنا بالمثال رقم 13، لما عدنا دالة مكونة من ثلاث دوال مركبة، يعني مركبة من ثلاث دوال، أو نقدر نفسخها إلى ثلاث مراحل أو أربع مراحل، مو مرحلتين فقط. إذا هذه الدوال المركبة قاعدتها تنطبق على الدوال اللي مكونة من أكثر من دالة، يعني مركبة من أكثر من دالة. يعني مثلا إذا عندنا F G H ال X، نريد نحسب مشتقتها، شو نسوي؟ نحسب مشتقة ال F بالنسبة لل G، نضربها في مشتقة ال G بالنسبة لل H، وبعدين نضربها في مشتقة ال H بالنسبة لل X. أو نقدر نقول دي واي على دي يو في دي يو على دي في في دي في على دي اكس، يبقى هذا نفسه يساوي دي واي على دي اكس. يعني هذه الحلقات بهذا التشين بهاي السلسلة نقدر نكثرها شقد ما نحتاج، ما محددين بأنه تكون حلقة سلسلة مكونة من حلقتين دي واي على دي يو في دي يو على دي اكس، نقدر نكثر الحلقات ويبقى نفس القانون ونفس نفس القاعدة. ليش؟ لأنه الدي يو هذه ممكن تنحذف ويا الدي يو، يعني لما، وهذه الدي في لم تنحذف ويا هاي الدي في، يعني لما بسطنا لما جزأنا هذا الاشتقاق الثلاث اشتقاقات ما أضفنا شيء، ما غيرنا شيء، مجرد أنه هذا وحده سهل راح يكون المحاسبة مالته، هذا الحساب هذه المشتقة وحدها سهلة، يعني خلينا ثلاث مشتقات سهلة بدل ما مشتقة معقدة كبيرة واحدة، جزأنا إلى ثلاث مشتقات بسيطة. شفنا هذا المثال، هسه راح نشوف مثال آخر. مثلا تان بدلالة 5 ناقص ساين 2 تي، إذن التان المتغير مالته هو دالة 5 ناقص ساين، وهذا المتغير أيضا هو دالة حسب الساين. إذا نريد نحسب مشتقة هذه الدالة بالنسبة للتي، راح نقول مشتقة التان شو تساوي؟ سكنت تربيع، وننزل نفس الجي بدل المتغير، سكن تربيع 5 ناقص ساين 2 تي في. هسه نجي هو هذا المتغير اللي حسبنا بالنسبة للدالة نشتقه، 5 ناقص ساين 2 تي بالنسبة للتي، 5 يصير 0، مشتقة الخمسة 0، مشتقة الساين 2 تي شو يصير؟ مشتقة الساين يصير كوساين 2 تي،
بعدين نجي للاثنين تي، مشتقتها بالنسبة للتي شو صير؟ اثنين. إذن خطوة أولى حسبنا المشتقة للتان، ضربناها في مشتقة المتغير بالنسبة للتي. زين، بالمرحلة الثانية حسبنا مشتقة الساين وضربناها في مشتقة الاثنين تي بالنسبة للتي. وبعدين خلصنا لهنا، بعد كملت المراحل. ليش؟ لأنه ما بقى عندنا اشتقاق معقد. مشتقة الاثنين تي نعرفها اثنين، ومجرد أنه نضرب النتائج اللي حصلنا عليها والناتج النهائي راح يكون بهالطريقة. مثال رقم 18 يقول show that slope of every line، بين أنه المماس على هذا المنحني y يساوي 1 على ناقص 1 على 1 ناقص 2 x أس 3 موجب في كل النقاط. زين، المماس شنو الميل مالته السلوب؟ هو مشتقة الدالة بالنسبة للإكس. إذن لازم نحسب مشتقة الواي بالنسبة للإكس. زين، مشتقة 1 على 1 ناقص 2 إكس تكعيب نقدر نكتبها، نرفع 1 ناقص 2 إكس تكعيب من المقام للبسط راح يصير بدل الثلاثة سالب ثلاثة. زين، مشتقة هسا تصوروا هذا كله يو، مشتقة يو اس ناقص ثلاثة ايش راح يصير؟ يصير ناقص ثلاثة لما عندنا يو اس ان مشتقة ايش يصير؟ n u اس n ناقص واحد في u برايم. إذن ناقص ثلاثة في واحد ناقص اثنين x اس ناقص أربعة. ليش ناقص ثلاثة ناقص واحد يصير ناقص أربعة؟ هسا نيجي نضربها في شنو؟ نضربها في مشتقة هذا اللي اعتبرناه u البقى بالنسبة للإكس. مشتقة الواحد صفر، مشتقة ناقص اثنين إكس ناقص اثنين. إذا ناقص اثنين في ناقص ثلاثة ستة على واحد ناقص اثنين إكس أس أربعة. هذا موجب وهذا موجب أو صفر، إذا الناتج دائما موجب. مع طول الناتج موجب يعني السلوب عندنا موجب. نستمر بالمحاضرة التالية إن شاء الله.